يبقى لما ربنا يقول لك لم اللي يقول سبحان الله وبحمده مرة، اللي يقول لا إله إلا الله مرة غرست له نخلة في الجنة، دي مقابل؟ ردوا عليه لا 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 يا لا إله إلا الله بتاعتك دي تقابلها نخلة في الجنة، ده أنت تبقى غلبان قوي. لا إله إلا الله ولا حاجة. بس الكريم إذا أعطى تخطى كل الآمال. يسبح لله ما في السماوات.